في بعض الحيوانات أحياناً بتصدمنا بقدرتها على التحمل، زي الغزالة دي مثلاً. الغزالة دي أصابها سهم غاشم من صياد غالباً كان خارج يتسلى، وبدل ما تقع وتموت كما هو متوقع، فضلت إنها تقف بكل شموخ والسهم مخترق رأسها، وبصت للصياد اللي ضربها بنظرات حزينة جداً، وكأنها بتقوله أنت إزاي قدرت تعمل كده؟ الحادثة دي حصلت بولاية نيوجيرسي الأمريكية، وذكر بعض المختصين إن إزالة السهم من رأس الغزالة ممكن يتسبب في وفاتها، وبالتالي هتضطر تعيش مستحملة الألم طول حياتها.